عملية ممنهجة خبيثة تعود حيثياتها إلى أواخر شهر نوفمبر، تفطن لها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السبرانية للأمن الوطني. رصدت المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم السبرانية وفي سابقة خطيرة لم يتم تسجيلها من قبل نشاط إجرامي خطير يستهدف المساس بالأخلاق والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال، وهذا من خلال إنشاء العديد من المجموعات عبر موقع الفيسبوك بتاريخ 16 نوفمبر 2022 استهدفت فئة الأطفال المتمدرسين بالمدارس الابتدائية. التحريات التي قامت بها مصالحنا يوم وساعة إنشاء هذه المجموعات مكنت من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراءها، والمقدر عددهم بعشرين شخص تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 29 سنة، تنشط ضمن شبكة دولية من بينهم 11 مسير وسبع أعضاء، بالإضافة إلى شخصين من دولة المغرب تمثل دورهما في المشاركة في تسيير هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة. هذان الشخصان بالذات ليس كباقي المشتبه فيهم، بل هما الرأس المدبر للمكيدة، سيناريو دسيس من نسج وإخراج المخزن المغربي لدس السموم باستغلال بعض أعضاء الشبكة التي أثبتت التحقيقات معاناتهم من الشذوذ الجنسي وشحنهم نحو ممارسة جرم التحرش بأطفال الابتدائي وجرهم إلى الرذيلة. وأنا نكون شي بزاف في الانترنت، يعني أصلا كات فيسبوك لي ريزو سوسيو لي جروب كومونتي لهم كدا كونتاكتاني كونت بريفي اسمو فلوريان. تم توقيف وتقديم 16 شخص مشتبه فيهم أمام العدالة عن تهمة محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال بنشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحريض الغير على استغلالهم وإغرائهم في مسائل منافية للآداب والنظام العموميين. إشادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول باحترافية الشرطة الجزائرية لم تأتي عبثا، بل هي نتاج عمل متواصل وحثيث في مجال مكافحة الجرائم السبرانية على غرار تلك المتعلقة بالمساس بالأطفال. فتعاون الأمن الوطني كان ولا زال وثيقا وفعلا في إجهاض عدة جرائم مماثلة لقضية الحالة، والتي على ضوئها كثف مكتب أنتربول الجزائر تبليغاته وإخطاراته بخطورة الأمر ودق ناقوس خطر دولي. إلا أن مكتب الأنتربول بالمغرب كان كالماكينة برمجت على الصماء ولا حياة لمن تنادي.
لم تكتف الجهات المأزومة بالحملات التضليلية وتصدير السموم من مخدرات ومهلوسات للعبث بعقول شبابنا، وهي تبتكر حيل جديدة محاولة الإطاحة بركيزة الوطن في مخطط شبان لم ولن تتبناه أي عقيدة دينية أو أخلاقية في العالم. أما أنت يا جزائر فلك أن تفتخر برجالك اليوم، فلن تطالك أيادي الغدر وأبناؤك تحدوهم في حمايتك روح ثورة نوفمبر المظفرة. أما تكالبهم حول كل ما عنون باسمك فما هو إلا دليل على سواء طريقك، أما وقارك فمؤلم.